بعدين ياما قلنا يا جماعة من فضل حضراتكم خلينا نساند النادي الأهلي خلال هذه الفترة، الفترة دي بس لغاية يوم 11، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه واعمل أزماتك وعيش. والله الأهلي لو ربنا كرمنا وخد هذه البطولة، هذه البطولة سيقول لك الأهلي المصري، الأهلي المصري، مش هيقول الأهلي اليوناني مثلا أو الأهلي السعودي مثلا، لا هو هيقول الأهلي المصري. وبالتالي نطالب كل الإعلاميين من فضل حضراتكم، أنا طبعا أنا لا أملي أي حاجة على حد، كل واحد حر، وهناك يعني ناس بتساند النادي الأهلي ومعروفين مش أهلاوية حتى وبيساندوا النادي الأهلي، ولكن أنا كل اللي أقصده إن يا جماعة خلينا الفترة دي نبقى حتى واقفين مع النادي الأهلي شوية. هناك البعض بيحاول إن هو يسخن جمهور الوداد، بالمناسبة العلاقات ما بين النادي الأهلي ونادي الوداد علاقات كبيرة جدا جدا جدا، ومهما تعمل مهما تعمل ومهما تسخن ومهما تقول لن تصل لأي شيء، لأنه العلاقات المحترمة تظل محترمة، العلاقات ما بين الأندية الكبيرة تظل كبيرة. زي ما كنت بتشتمه في الترجي أو بتنتقد، هناك البعض بيحاول أن ينتقد في الترجي، ولكن عمرنا داخل قناة النادي الأهلي ما اتكلمنا على الترجي، لأن الترجي وأنا بقولها أهو الترجي ملوش علاقة بينا، واحد من أهم وأقوى الفرق في أفريقيا وسيظل. الوداد واحد من أفضل الفرق، عفوا، واحد من أفضل الفرق الإفريقية وسيظل. جمهور الوداد واحد من أفضل الجماهير اللي موجودة في على مستوى العالم العربي، وسيظل جمهور الوداد جمهور محترم. وجمهور الرجاء نفس الكلام، وجمهور الترجي علاقتنا كويسة بالجميع وستظل كويسة. من حقهم ان هم يموتوا نفسهم عشان يكسبوا، من حقهم. هي على فكرة الرياضة ده المعنى العام للرياضة او المعنى السامي للرياضة، ان احنا بنعمل كل حاجة عشان النادي الاهلي يكسب، وهم كجمهور الستين الف اللي هيبقوا موجودين هيضغطوا على النادي الاهلي وعلى الحكم بكل الطرق. بكرة هتكلم عن الحكم، فهيضغطوا على النادي الاهلي وعلى الحكم بكل الطرق عشان الوداد يكسب، من حقه. ولكن تظل دائما العلاقات المصرية المغربية على اعلى مستوى، وعلاقة النادي الاهلي مع نادي الوداد على اعلى مستوى.